نريد له أن يحمل لكم كل المتعة والفائدة، ونتمنى له أن يكون عرسا ثقافيا كما هي سوريا عرس دائم في كل شيء. نرحب بكم في أسبوع الرواد الثقافي الأول. ودون إطالة ندعو السيد وليد السعيد رئيس فريق الرواد للمشي والرحالة لإلقاء كلمته، فليتفضل. السادة الحضور، الأخوة أعضاء الفريق، فريق الرواد هو فريق رياضي بيئي ثقافي اجتماعي يعكس تنوع مجتمعنا السوري حيث يكمن الجمال بهذا التنوع. بالإضافة لنشاطنا الرياضي المستمر، كان لنا شرف القيام بالعديد من النشاطات المميزة بجهود الشباب الطيبين من الفريق وبمساعدة كثيرين من خارجه. فبعد حملة نغسل التعب عن بررة وحملة خليها خضراء وحملة لا لأكياس النايلون التي كان لها طابعا بيئيا، انتقلنا إلى أول نشاط ثقافي موسع للفريق، هو أسبوع الرواد الثقافي الأول تحت اسم بصمات ثقافية، والذي يأتي تزامنا مع احتفالاتنا بذكرى الجلاء تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع جريدة شرفات الشام، آمنين أن يكون لنا بصمة في مجتمعنا الذي مهم. في بداية هذا النشاط الثقافي نود أن نشكر السيد وزير الثقافة على رعايته الكريمة لهذا النشاط، وقد اعتدنا منه مؤازرته ومساعدته لكل الجهود الشابة والواعدة. والشكر موصول للسيد ماهر عازر مستشار السيد وزير الثقافة الذي شرفنا بحضوره المميز ومشاركته الطيبة معنا هذا اليوم. والشكر كل الشكر للسيد نجم الدين السمان رئيس تحرير جريدة شرفات الشام، وهي شريكنا الذي نعول عليه الكثير في تحقيق النجاح اليوم وكل يوم. آمنين له ولكامل طاقم العمل في الجريدة المزيد من التقدم. كما نود أن نشكر السيد رسام عاقلة مدير المراكز الثقافية في وزارة الثقافة على تعاونه وتسهيله لهذا النشاط. والشكر للسيد حمدان أوران مدير المركز الثقافي على ما أبداه من روح التعاون والمبادرة لإنجاح الأسبوع. ولو أردنا أن نشكر كل من عمل في هذا المشروع لكان علينا أن نقبل وجنات بدي احتجاج كثير، ولكن لابد من أن نتوجه للجهود المميزة التي أتمت هذا النشاط الثقافي واضعة كل طاقاتها في خدمته. ونخص الأستاذ علي سفر الذي أشرف على تحضير وتنسيق القسم الثقافي والأدبي في الأسبوع، الأستاذ فادي عساف الذي أشرف على الفنون التشكيلية وتصميم اللوجو والبوستر، الأستاذ الدكتور أحمد حسن الذي أشرف على معرض التصوير الضوئي، الأستاذ الفنان باسل خليل الذي أشرف وحضر القسم الفني من الموسيقى والغناء، الآنسة براء صليبي الممثلة الإعلامية، والسيد حسام حبال للعلاقات العامة. وكذلك نشكر السيد ريبال صابوني الذي انجز الجرافيك الخاص باسبوع بصمات ثقافيه. لن نطيل اكثر، دعونا نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا في هذا النشاط الذي لن يكون مميزا الا بمشاركتكم ووجودكم. اود ان ادعو السيد مستشار السيد وزير الثقافه الاستاذ ماهر عازر لالقاء المجلس، فليتفضل مشكورا.